وصلنا ذاك في فقره القطاع، وفقره القطاع اللي هي نسمع نماذجها والله نصوصها من عند الاديب والشاعر حمدناه الحمداني. تفضل حمدناه. السلام عليكم ورحمة الله. وفقرة القطاع هذه أنا اللي عييت شو مذاكنا تمرين جلب على حد من المقنين يا قاربي عد الليلة ماني مسبق راسي في ذا. اخترت قطاع بين فوزي ودي الحسن والأديب محمد مولود الأحمدي. قال له ماذا لي يا أحمد سامع بيك واللي ملغنا بين يديك سامع بيه وعاجبني فيك شخصك وغناك وضركاتي جيتك لاحق يا خي عليك ومصيب لك جهد وقاتي وقت جيتك شوف معايا متوحش عدت قطاعاتي ولا تنسى شرط النهاية تصحيح البدايات. قال له محمد مولود مرحبتي بمجيك السوقاع مانك جاي علي البداع شي وش قال انت بدعك شاع إله وشايع حكاتي ولين جيت على القطاع ما ماكن عن ذاك سكاتي واتطرح لك يلي يحظيك اصلا انا ذابح لك شاتي ومفرش لك ومرحب بيك ومقدم لك تحياتي. قال له ولد الحسن مغني بالصح انت هاح بيه ولا اعجب ما هو وح وما رد زاد مغني بالصح راوي جاك يجيكم واتي وبمراكيبك زينة تشدح وانا راكب مدوباتي وتفاقك صعيبي للصح غير المصلحة تتاتي والإحساني صاتي ذوكن وتمرحيبك ذاكي صاتي انت فيه نيتك ان ملعماله بالنياتي. قال له محمد مولود احسانك بالنية مية في المية تعرفه فيا يفوزي والزين علية تعدال وتلقاه بلاتي نقلي والنية ذي هي تظهر لك منتي في الواتي وإحساني لك وتحمجي واللي كامل زين مواتي قدرك عندي وأخلاقك هي الأخلاقك النباتي ستنبت إذا سقيت بماء المكرمات. قال لود الحسن الأخلاق منين بلماني عادت كيف الذاك الثاني ذاك علي قصة سقراني ومجية كيف مجياتي بيضاني جاي البيضاني ولي جيتك ما هبلاتي ماني بالموزون مقاني ولي بيه مرقع خصلاتي ويموت على راس لساني ما جبرت الأخبار الهاتي وقدرك ما نختير في الأقدار نقبض من النص حصاتي والأخلاق انت فيدك الأخبار ما هي الأخلاق وتوفاتي. هو عندي صديق هون في لجنة التحكيم وقطة اشتركت معاها قطاع والله قاع قطاعات وحدين واغلبهم بعد اللاتل عنده قدير الهيه مقافي اللي هو الاستاذ ولينا من العينين وتم بعدين هاي النوبه هو طار عليه. قال لي السيدي من شي ماي زيان في التنك فارت البعيده ما جا قاف بو عمران اللي جا قاف من مريميد يا سيدي من شماي زيان في التنك فارت البعيدة ما جانا قاف بو عمران ولا جا قاف من المريميد تلوريت المقصد فيه بتمام فيه وجب القطاع أكيد واعد بيه لبتيت التام ولا هي ذيك عليك جديد. قال لي لبتوت لريت التقدام فيهم ما ريت تشكريد نتحيد على لبتيت التام لرينا عنه تحييد. قلت له تم في يم البت تراني في اليم والأخلاق عقيدة والبتوتة تعرف سياني كيف تلقراير في بليد. قال لي نعرف البتوتة ما هي رد ونبعد فيهم تبعيد ولا يلحقني السيدي حد قد اللي راس تعانيد. نعرف البتوتة ما هي رد ونبعد فيهم تبعيد ولا يلحقني السيدي حد قد اللي راس تعانيد. تنقول له تسقين أخلك الأخضر بيدك في البدع أفكارك سديدة قرن قد نسل جريدك بجريدة فكتاف جريدة. والسلام عليكم ورحمة الله.